تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين، وهم سفراء روسيا الاتحادية والجمهورية التونسية وجمهورية كوبا وأستراليا وجمهورية بوروندي. فلدى وصول سعادة السيد إيغور كريمنوف سفير روسيا الاتحادية إلى قصر الصخير كان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير إيغور كريمنوف سفير روسيا الاتحادية، وتبادل جلالته مع سعادة السفير الروسي الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية. وقد نقل السفير الروسي إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير الرئيس الروسي. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير سليم جرياني سفير الجمهورية التونسية، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير سليم جرياني سفير الجمهورية التونسية، وأشاد جلالته بالعلاقات الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات. من جهته نقل سعادة السفير تمنيات الرئيس التونسي لمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والازدهار. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير أورلاندو ريكيجو غوال سفير جمهورية كوبا، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير أورلاندو ريكيجيو غوال سفير جمهورية كوبا، وتبادل حضرة صاحب الجلالة مع سعادة السفير الكلمات الترحيبية، وأعرب جلالته عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين. ونقل سعادة السفير خالص تمنيات الرئيس الكوبي لجلالة الملك المفدى بموفور الصحة والسعادة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير رضوان جدوت سفير أستراليا، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.
وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير رضوان جدوت سفير أستراليا، وأشاد جلالته بالعلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين، متمنيا لسعادة السفير التوفيق في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون بين البحرين وأستراليا. وقد أشاد سعادة السفير بالعلاقات الثنائية الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين على كافة الصعد. كما وصل إلى قصر الأصخير سعادة السفير عيسى نتامبوكا سفير جمهورية بوروندي، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وأجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير عيسى نتامبوكا سفير جمهورية بوروندي، متمنيا جلالته لسعادة السفير التوفيق في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية بوروندي. من جهته أشاد سعادة السفير بالعلاقات التي تربط بلاده بمملكة البحرين، وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية. الطابور تقدم رئيس الاستعراض في قابل فصائل الأوراق.